السلام عليكم. اليوم عندنا تصور جديد على ملعب تيزي وزو، ويعني يظهر بانه عمليه وضع الكراسي في الطابق العلوي بدات ديجا عندها واحد 24 ساعه، البارح بدات. وهنا نشوف الصور، بعض الصور اللي فيه يظهر الكراسي في الطابق الثاني، وهذا مليح، هذا يعني مؤشر على انه الاشغال راهي تمشي بوتيرة جيدة، وتبقى قضية الزرع العشب الطبيعي اللي سوف تبتدئ في الأيام القليلة القادمة. نكتفي بهذا القدر ونخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.